السلام عليكم بنات، كديرين لاباس عليكم؟ عرفتي تفوت لبان لكم عيني حمرين، كديرين لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، امور هانيه، كلشي بخير. كديرين مع شي برد؟ عرفتي حنا نعاودش لكم، شوفوا غير وجهي عطاكم العربون النيف حمر. يلا شعلت هذا، شعلت هذا الراديتر باش يخدم باش يسخن الدار، عرفتي بحال السم ديال البرد. المهم البنات، هاد الفيديو هذا يعني كنت جالسه يعني ساليت دوشت الارين نعستو، ملي بان ليا نعست قلت هذه فرصه مزيانه لانه هذا الموضوع هذا خصني نتخشع معاكم وندخل معاكم في الموضوع مزيان، لانه موضوع شويه حساس. فملي كيكون كيغوج ارين تقدر تفلت ليا شي هضره ولا تقدر يعني بغيت نعيش معاكم نحط، لانه فاش كنعاود لكم شي استوار كتوقع معايا كنحط الفيلم قدامي، يعني كنبدا نشوف الرؤيه قدامي باش كنعاود لكم داكشي كما هو، يعني نتوما باش تعيشوا معايا القصه. بالنسبه لهذه القصه هذه، اول حاجه البنات الغرض ديالي من هذه القصه هذه، يعني مش غادي نبدأ لكم، اول حاجه باش تستافدوا من الاكسبيريونس ديالي، باش يكون عندكم. والغرض ديالي الاساسي الناس اللي عندهم اكتئاب يشوفوا هذا الفيديو هذا، الناس اللي ما عندهمش اكتئاب باش يديروا احتياطات، لانه اكتئاب نتوما كلكم معرض للاكتئاب واي واحد يقدر يكون عرضه للاكتئاب. زائد حاجه اخرى، كندير هاد الفيديوهات هذا وبالضبط هاد الفيديو هذا خصيصا باش الناس اللي عندهم اكتئاب يعرفوا ان الحياه زوينه، لانه كتولي تبان الحياه ظلام، كتبدا تبان غير الموت، بنادم كيولي باغي غير ينتحر، كيولي باغي غير كل شي حاجه تقتلو، ما كيكرهش انه يتلقى لشي طوموبيل شي تران شي حاجه باش يموت. ولكن الغرض ديالي باش نبين لك ان الحياه زوينه، هو القران البرهان قدامكم انه رغم داكشي اللي وقع ليا، يعني كتشوفوني كنضحك كتقولوا هذه يعني عمرها ما دازتش مشاكل، المشاكل اللي نكون انا زدت منها يعني نتحدى اي واحد، يعني يقدر يكون شي حد داز منها، ولكن نتحدى اغلبيه منكم ما يكونش داز من داك المشاكل اللي دزت منهم، يعني داك الامراض اللي سبحان الله دازوا عليا شي حوايج بزاف. يعني بابا كيقول لي حتى لدرجه الطبيب اللي كنتعالج عنده النفساني كيقول لي، يقول لك صراحه انت راك سبع ارواح، كتقول لي ماما تبارك الله كيقول لي سبع ارواح، لانه شي حوايج وقعوا ليا، يعني الرحمه ديال الله والدعاء ديال الوالدين باش يحفظني ربي. اما راكو راه دابا كترحموا عليا، يعني ما عمرني ما غتكونوا شفتوني في اليوتيوب. المهم البنات، يعني كيف قلت لكم كنبغي نعطيكم امل في الحياه. الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي ما عندهمش اكتئاب يقدروا ما غاديش يحسوا بهذه الهضره اللي غادي نقولها، يقدروا يعيشوا معايا الظرف، يعني غادي يتعاطفوا معايا داكشي اللي داز عليا، ولكن ما غاديش يحسوا احساس بحال الناس اللي دابا هما عايشينه، ولا الناس اللي عاشوا الاكتئاب هما اللي غادي يحسوا بالضبط اشنو كنقول انا دابا. المهم البنات، باش الناس تما اللي ما عارفينش يستافدوا يعرفوا شنو هو الاكتئاب، باش ديروا احتياطات سواء مع ولادكم سواء مع خوتكم، الا كنتو نتوما كبار من خوتكم ولا نتوما صغار من يعني صغار على خوتكم اللي كبار، ولكن تكون عندكم واحد الاكسبيريونس وتعرفوا ان داك الشخص عنده اكتئاب، وما تضروش وما تجرحوش، وتحاولوا انكم تتعاملوا معاه بالسياسه. اول حاجه غنعاود لكم على الاكسبيريونس ديالي بعض لي ديتاي، لانه القصص طويله، يعني حاجه طراو معايا بزاف طرائف بزاف، ولكن غنعاود لكم في القريب ديال الاخر شنو وقع معايا وكيفاش تفرقعت الرمانه وكيفاش تعرفوا عندي اكتئاب وكيفاش وكيفاش وكيفاش. اول حاجه البنات، يعني في يوم من الايام باش تعيشوا معايا القصه، المهم كنت جالسه كانوا وقعوا لنا مشاكل كيف قلت لكم مع ناس السحر وشحال من حاجه. انا الموضوع ديالي اليوم ماشي هو السحر ولكن الاكتئاب، وقعوا لنا بزاف د الحوايج، وهذا بسبب هاد الحوايج هادو باش دخلت في اكتئاب. يعني كان عندي سحر، يعني تخيلوا معايا تخلط عليا السحور مع الاكتئاب. فشنو وقع ليا؟ في الاول صراحه تبوا داخ، يعني كيقولوا لي سير عند هذا الراقي هذا الراقي هذا الراقي، الحمد لله تحتنا في داك الراقي اللي قلت لكم عليه اللي هو سميتو عبد العاطي الحسني. انا بالنسبه للبنات، اولا قبل ما نكمل الموضوع، اولا ربي شهد عليا اقسم بالله العلي العظيم، ما كاين لا اشهار لا للراقي، لانه بعض الناس ما كيحسوش. انا كنحس، انا انسان، انا عندي قلب، كنحس بالناس اللي هما مرادين، فهادشي ديال المرض مستحيل انه خا الراقي يقول لي خلصت انا نقول لا، لانه هادشي انا عشته، يعني غنحس بالناس اللي مرادين، لا الراقي لا طبيب نفساني لا اي حاجه من هادشي، انا ما اخذ منه لا فلوس لا اشهار لا حتى شي حاجه، كنعاود فقط الاكسبيريونس ديالي. اللي بغى يمشي عنده ياخذ من التجربه ديالتي مرحبا، اللي ما مشاش داكشي كيبقى بخاطره، انا ما بززت على حتى شي حد يمشي، فقط كنعاود الاكسبيريونس ديالو، كنبغي نساعد الناس اللي ما عارفينش فين يتوجهوا. هذا هو الغرض ديالي من هاد الفيديوهات. المهم البنات، كيف قلت لكم تخيلوا معايا الفترة اللي قلت لكم داز عليا داكشي السحر وتخلطت عليا الامور
يعني مسكين حتى بابا داخو وماما ما عرفوا فين يمشيو. ها هنايا خوتي حتى هما تعانوا معايا الصراحه، واحد يمشي يسول هنايا، بابا يسول من هنا من هنا من هنا من هنا، حتى في الاخر يعني داكشي ما قال ليا والو، لانه داك الوقت كاين اللي يلاه مبتدئ، كاين اللي ما عارفش كاين اللي هذا، وكتعرفي ان الوالدين مساكن باغينك باي طريقه تعالجي، يعني ما عارفين شنو هو المشكل ديالك بالضبط، فقط كيشوفوا انه داكشي ديالك ماشي نورمال اللي انت فيه. بالنسبه للحاله ديالتي، اول حاجه باش ما نخلصش لكم امور، الفتره اللي جاني فيها السحر وداكشي يعني داكشي راه عارفين داكشي، غادي نعاود لكم فيديو، غادي نعاود لكم فيديو. من بعد دارنا بداو كيشوفوني انني منعزله بزاف، يعني المشكل باش تفرقعت الرمانه وليت منعزله، كنعازل كنسد عليا بيت، انا ماشي بطبيعتي كيف ما كتشوفوني انا في الفيديوهات، يعني هذه هي الاسياد الحقيقيه، كنتحرك فيا الضحك عزيز عليا نشد بنادم، انا الناس اللي كيتعاشر معايا كيعرفوني فيا الضحك عزيز عليا نضحك عزيز عليا نشد بنادم، في يعني كوميك الضحك نشاط عزيز عليا بنادم ديما يكون ضحك رغم انه يكون مشاكل، ولكن عزيز عليا نبدل الروتين ما يبقاش ديما نفس الحال، نضحك نشاط مع الناس اللي عزيزين عليا وهذا، ولكن في الاخر يعني الوالدين هما الوحيدين الناس اللي كيفهموك 100%، يعني كيفهموك مزيان شكون انت وشنو هو اللي مغير فيك. واحد المره جالسين اكبر على ومره من قبل وما كيلاحظوا فيا، ولكن هذيك هي صافي القضيه فينا تفرقع الرمان. جالسين بحال هكايا قلت لماما، قلت لها غنطلبك واحد الطلب عافاك، قلت لها ما تبقايش تحطي لي حقي معاكم ناكل معاكم، فاش تحطي طيبي غدا ولا عشاء ولا هذا جيبي لي البيت عافاك. قالت لي علاش شنو مشكلتك؟ قالت لي واش عندك شي مشكل؟ عاودي لي شنو عندك. قلت لها ما عندي حتى شي مشكل، بغيت نجلس راسي بغيت نتكونسونطر. قالت لي واش انا برزت؟ قلت لها ماشي عليكم نتيا، انا بغيت نجلس راسي، قلت لها عافاك ما تحرجينيش. صافي جلست راسي في البيت كنسد عليا كدق عليا مسكينه هي دايره لي خاطري، واحد نقول لكم واحد 5 ايام بحال هكا وكتهضر، انا متاكده تكون كاش كتهضر مع بابا فاش كنسد عليا الباب كناكل بيسي كنبقى نبحث من هنايا ونقلب اي حاجه كنديرها باش المهم نخلق بها الجو باش نحس براسي كنتحرك، نبقى نطل من الشرجه ندير هادي ندير هادي. صحاباتي سديت عليهم كاملين لدرجه صاحبتي الان تيمشي يشكال، قالت لي واش درت لك شي حاجه؟ يعني كتشوف فيا تبدلت، ما بقيتش هذيك اسيا اللي كانت يعني كنهضر معاها نخرجوا هذا، سديت ما بقيتش كنبغي نشوف حتى شي واحد، ولكن انا ماشي خاطر يعني اكتئاب هذا. صافي في واحد الفتره كيقولوا لي يعني مخلط عليا نقول لكم السحر واكتئاب. من بعد شنو وقع؟ في الاول صراحه الدار ما كانوش عارفين السحر، كان كيسحب يعني ما عارفينش بصفه عامه ما عارفينش. فواحد الوقيته لغد ليه جا دق عليا بابا قال لي بغيت ندوي معك. قلت ليه صراحه ما فيا ما لي دوي، وانا كنحس براسي داخليا ماشي تمام. قلت ليه ما فيا لي دوي؟ قال لي لا غندوي معك اليوم. واش انت ماشي بنتي؟ قلت ليه بابا كيدخل لي ديك الدخلات، ماشي بنتي؟ قلت ليه انا بنتك ولكن انا ما بغيتش ندوي دابا. قال لي لا دابا غندوي، لا ولا دابا بقى كيعنق فيا مسكين وكيجر فيا ويضحك معايا داكشي وانا ما كنضحكش. صافي عرف قضيه فائنه في الاخر خرج مني، يعني وليت كنقول لي لا وهادي وما تهضرش معايا وكنهضر بواحد الصوت ما هواش وصافي بحال تسيفت عليهم. فين بداو كيديروا لي الرقيه وهادي 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 في الدار مشعلين القران. من بعد تلاقى بابا مع واحد الشخص مسكين حتى هو كان كيحاول انه ينتحر، وكان تبع مع واحد الطبيب طبيب نفساني اللي هو هذا اللي انا نعود لكم عليه سميتو عصام. تبعت عنده مداني بابا عنده، عاود لها بابا السيد عاود ليه كان كيسكن في لونتو راه قريب لينا، قال ليه راه بنتي راه شنو وقع ليها ومكتسد عليها البيت وما كتبغيش تهضر مع حد وكتجي وكتدخل نيشان للبيت، يعني واحد الحاله ما نقولش لكم. وجاب الله جاتني هذه الفتره هذه سالات القرايه، يعني ما بقات القرايه لا والو، انا مشيت كنضع عليا العام ديالي في القرايه. صافي بابا دوا مع السيد قال ليه غنوريك واحد الطبيب نفساني واعر، يعني شي حاجه اللي خطيره بزاف كيتبع معاك حتى كتبرى. قال لي بابا الله يرحم الوالدين عطاني النمره. المهم خدا بابا النمره قال لي غنمشيو عند طبيب نفساني داكشي. انا في الاول ما تقبلتش الفكره صراحه ما بغيتش نمشي، بقاو عليا صافي سيتو معايا. بابا مسكين ما خلى ما دار معايا وماما، يعني عاناو معايا واحد المعاناه اللي كبيره. علاش كتشوفوني ملي كنمشي المغرب وهذوك هما صحابي بابا وماما، يعني الا بغيت نمشي نفوج ونمشي نسافر نتبرهش الالعاب هذيك خصني نبرهشهم معايا. انا مساكن عاناو معايا، يعني ما اي واحد يعني في ذاك اللحظه ما لقيت حتى شي حد معايا يعني في ذاك الفتره ديال المرض وهذا الا الوالدين الصراحه. اما في ذاك الفتره كيف قلت لكم مشينا للطبيب، يعني انا ديما صافي فمي ولا في غير الموت كنقول لهم انا بغيت نموت باش ندير بهاد الحياه هذه ما بغيتش نعيش. ومخلط عليا السحر وشحال من حاجه، شحال من حاجه مخلطه عليا، يعني
الامور مخلطه فيه، يعني مخلطه عليا الامور. كنجلس راسي شحال واحد المره يعني حاولت انني انتحر، يعني طلعت فوق في الكوزينه، الكوزينه الاخرين كاع دايرين فيه الشبيك الا الكوزينه ما فيهش الشبيك. يعني طلعت وبغيت ننقذ من الشرن ديال الكوزينه، لدرجه انه ولاو منعوا عليا ما كيخليونيش نخرج راسي، كيعرفوا اني نقدر ندير شي حاجه، نقدر نتلقى لشي حاجه، اي حاجه نقدر نديرها. ماما مسكينه ولات حاضر، يعني حراسه مشدده، مسكينه كتفيق بكري، كتنعس حدايا، كتفيق بكري، تبقى جالسه دايره بحال هكا، كتنعس جالسه وحاضيني ندير شي كاريجه. صافي بابا من بعد كيف قلت لكم تلاقى مع داك السيد ومعاه كاع عاود ليكسبيرتو، هو مسكين كان كيبغي ينتحر، كان عنده مرض نفسي وهذا. من بعد بابا مني مشى عند ورانا داك الطبيب اللي قلت لكم عليه، دانا ورانا عطانا كارت فيزيت ديالو، قال لك عيط ليه وهذا، شدينا رونديفو مشينا. اللي عجبني في هذا الطبيب هذا، يعني دابا اللي عجبني مشي قبل انا مرفوعه ما عجبنيش مشي عند الطبيب، كنقول لهم ما مشيش، كنقول لهم لي في عقلي راه في عقلي، يعني ما عندكم ما غتغيروا لي دماغي. اللي عجبني في داك السيد انه انسان كيخدم بضمير، ما كتهموش داك 300 درهم ولا مع 400 درهم ولا مع 350 درهم اللي غتعطي عليه، كتهمي انت كشخص كيبغي، هو ما كيفرح حتى كيشوفك تبدلتي، كيشوفك يعني يعني حالات كان كيعاودهم للدار، بحال مثلا كان يعني مصاحب مع بابا مزيان، كيصاحبو مع كاع الناس اللي بحال هكا، وانا عنده نمرتي كيعيط ليا بالليل كيقول لي باش كتحسي باش هادي بالليل، شحال معايا بالمرات وحده الليل يعني ما كاين لا خدمه لا والو، كيعيط ليا كيقول لي شنو الاحساس ديالك دابا، واش كتحسي براسك مزيان، شنو درتي، شربتي دواك، واش كتحسي بتحسن. هذا هو الطبيب، هذا هو اللي كنسميوه الطبيب ديال بصح. من بعد واحد المره صافي مشيت جلست عنده، اول حصه دخلت عنده بديت كنعاود ليه المشاكل اللي وقعوا مع الناس اللي داروا لينا داك الشيء وهذا وهذا، ولقاني مغلغله وجالسه وهذه، يعني كيحس بيها من واحد الجانب اخر اللي هو الروحاني ماشي هي هذيك. ما بقيتش كنعاود ليه وهذا، نقدر نقول لكم ساعتين، نقدر نقول لكم اكثر من ساعه ونص هو كيسمع ليا، وناس اخرين كيتسناو وكيخليوه واحد الكاب، يعني واحد الفراغ ما بينك وبين يعني الباسيون اللي من بعد منك، باش كيعرف انه غادي تدخلي عنده، يعني اول مره غادي تفتحي قلبك مزيان، يعني غادي تعاودي ليه بزاف الحوايج. صافي انا ملي بديت كنهضر معاه وداك الشيء قلت لي انا دارنا كيبزوا عليا وكيقولوا لي هادي وكيديروا لي سميتو وكيقولوا لي زعما خصك ترجعي نورمال وهذا، لكن انا ما بغيتش، انا صافي غنقتل راسي، انا اليوم ولا غدا صافي، يعني حياتي بين ايدي، انا غنقتل راسي. كيقول لي علاش بغيتي تقتلي راسك، الحياه زوينه شوفي هنايا، كيحبب لي الحياه. قلت لي لا، الحياه كتبان لي ظلام في عيني، عرفتي في ديك الصوره في ديك الوقيته عيني كيفاش كنشوف الدنيا، كتبان لي الدنيا ظلام، الدنيا لا شيء، كنقول شنو هو الغرض ديالي انا في هذه الحياه، يعني واخا نتوما تقولي لي دابا علاش الحياه زوينه، انا فاهماكم دابا وعارفه هادشي كله حياه زوينه لوز زازوز، ولكن في ديك الوقيته اللي كنعاود لكم على دابا هذا هو التفكير ديالو المنظور ديالي في الحياه. كنقول لا الحياه خايبه، بغيت نموت، انا اش غندير في هذه الحياه، كنقول له شحال نعيش انا كاع نعيش، اش غادي نستافد من هذه الحياه. كيقول لي شوفي باك مسكين، حيت بابا دو دا جنو، واش باك مسكين شنو داير عليك، عاود لي كلشي شنو داير عليك، شنو كيخلص عليك من المدارس، كيدير عليك هذا. قلت له ما كيهمنيش، كنقول ليه انا عارفه الوالد دار عليا شي، ولكن من الاحسن كنقول ليه، قلت ليه من الاحسن ما بقيتش باغاها، يعني ما بقيتش باغا هذه الحياه. صافي ملي جا يعني لاحظني دار معايا بحال لو تيست في المره الاولى، المره الثانيه يعني خرج لي دواء تريتمون داكشي، دق لي واحد البرد ديك الساعه لانني كندوي معاه ومطاربه وكننترعد وهذا، دق لي برا قال لي هاد البرا هادي، قال لي غتعيشي الحياه غتعيشي الحياه، قال لي وغتنسي العالم. دق لي البرا قال لي ها ما باباك وماماك معاك، صافي وسطها عرفتي غير كيدق لي داك البرا، كنحس براسي في عالم اخر، كنبقى ندوي يعني ما نكذبش عليكم كنحس بالحماق بصراحه، هو علاش باش انا حتى انا نتهدن. ومن ما بين التحاليل اللي دارهم ليا، يعني دار لي هز لي الدم باش يدير لي لهم هذا باش يدير لهم تحاليل، خرج البابا واحد التحاليل قال لي هادو خصكم ديرهم لها. وما بين هذوك التحاليل كاين واحد الهرمون، هرمون السعاده، يعني كيتعبر ما عقلتش على سميتو بالضبط، كيكون هنا في الرد الدماغ كيتعبر داك داك سميتو داك الهرمون، الا كان داك الهرمون ناقص واحد البورسونتاج فيه ما بقاش عاقل على داكشي مزيان، كيكون واحد البورسونتاج، الا كان نازل يعني راك داخل 100% في حاله اكتئاب، الا كان طالع، الا كان نازل بزاف راك في خطر، الا كان اللي هو المعدل اللي هو نورمال راك كتكون نورمال وما بك حتى شي حاجه. صافي ملي دار البابا مشى دار التحاليل داكشي، وانا مشيت شادني واحد منو انا الفو من عالم اخر، عالم ولا ينادي حدا عالم اخر، عرفتي شنو هو التبويقه ديال بصح،
كنكذبش عليكم، عشان كنحس براسي غاده وكنهضر وكنضحك في دارنا ماما بابا عشان شنو فرحوا بزاف من داك اللقطه ملي شافوني انا كنضحك مع شحال اللي ما شافوا الابتسامه ديالي، كنضحك داكشي فرح واخا غير بالبرا باش كنضحك كنضحك وشد فيهم وداكشي وليت كنزبالي في الهضره، نقدر نقول شي كلمه نقدر نضرب هضره ماشي هي هذيك. صافي بابا كيقول لها دات نعس كنبغي نجمع مع بابا مع لساني كيطلق كيقول لها دات نعس صافي وصافاتو فاتو ليليم الهضره ديالها خرجت ليليم صافي دات نعس. صافي ماما مسكينه كتشقد ديني تبقى تحك ليا في راسي هذا، يعني انا بغيت نبين لكم انه كاين واحد الحاجه انه كاين واحد النوع كيسميه هادشي تبوحات، لا هذا ماشي تبوحات شي بالقرايه، الطبيب كيعرفك انه فعلا عندك اكتئاب من خلال الهضره ديالك من خلال التحاليل من خلال ما كاينه شي حاجه غير بالهضره، حتى التحاليل كيبرهنوا انه عندك اكتئاب. وتمنيت انا في داك المشي اللي مشيتها في المغرب تمنيت انني نوريكم طبيب باش نعيشكم معاه، يعني ما كرهتكم مشيت عنده فلوغ، يعني ناوي انني شي نهار غادي نمشي ضروري نصور عنده الا بغى يبان معايا لانه طبيب فعلا، يعني كنشكره واحد الشكر يعني من القلب الخالص لانه بسبابه واحد 90% باش بريت صراحه. وصافي من بعد كيف قلت لكم مشي دار لي بابا التحاليل اللي عطاهم ليه، مشينا عاوتاني الرونديفو الجاي قال لي بنتك عندك شي اب حاد لانه داك سميتو نازل بزاف، قال لي دابا خصنا نلعبوا عليه نطلعوه بالدواء ونورمال من بعد، يعني ما بقاوش ديما معولين على الدواء ولكن من بعد غنديروا معاها حاجات اللي غنخليوها ترجع نورمال بلا دواء بلا حتى شي حاجه. صافي وليت كنشرب الدواء، تخيلوا معايا شربت الدواء وباقي الهرمون ديال السعاده ما بغاش يطلع لانه فيا راكب ليش السحر، يعني الطبيب حار معايا قال لي بزاف، قال لي قال البابا قال لي الحاله ديالتها هادشي راه ما قالوش لي فاش كنت مريضه حتى بريت بداو كيجبدوا معايا هاد المواضيع، قال لي غننصحك واحد النصيحه يعني بقى معايا بصراحه ما نكذبش عليكم الحصه الاولى الثانيه الثالثه واحد نقدر نقول لكم واحد شي ربع شهور بحال هكا ولا معرفتش خمس شهور وانا متبعه مع داك الطبيب وانا الدواء وديما الغيبوبه ديما دوايا كناكلو مرفوعه وليت بحال ما نكذبش عليكم عايشه غير بالدواء يعني الحماق شتو. صافي واحد المره جالسين بحال هكايا هادي هي هادي غادي هادي اللي غتكون سبب باش انني غادي يشوفوا لي راقي، هادي هي السبب. صافي قال لي قال البابا الطبيب قال البابا قال لي صافي غير تبع لها الدواء ديالها بشويه بشويه ان شاء الله غادي ترجع مزيان، انا كونترول فين ما كنمشي عنده كونترول نص ساعه ساعه كنبقى نهضر معاه كيبقى يحكر عليا كيقول لي شوفي هانتي شنو هي الحياه دابا، هي وحده قال لي كانت عايشه نورمال هذه هي قتلت راسها يلا البارح هي ماتت الله يرحمها مسكينه مشات عند الله، قال لي عرفت شو كيبكي طبيب يعني كتحسي به طبيب ولا كيبكي، قال لي بقات فيها والدوسي واش بدي الدوسي ديالها، يعني سحبوني انا كنتاثر في هذيك اللحظه كنقول لها هذا هو الواقع هذا الشيء اللي خصو يكون، كيعيا معايا مسكين ويبقى يدير معايا وداك الشيء وكنحس براسي كيرجع لي عقلي في واحد اللقطه ما نكذبش عليكم ولكن غير كنتم خارجه قرب نخرج كنقول لها ولكن غيكون هاني ضروري غنصفي على راسي. خرجنا داك النهار هذاك النهار ولي حسيت براسي طلعات لي السخونيه بزاف، يعني حسيت براسي انني الامل ديالي في الحياه مشاه بالمره، يعني صافي عيني عماو في داك النهار ما نكذبش عليكم. صافي في داك النهار رجعنا للدار يعني خرجنا مع الطبيب صراحه ما قلت لي انا برا لا والو، في داك النهار قال لي تبعي دواك قال لي ما بغيتش نكثر عليك البرا بغيتك انت اسيه ترجعي نورمال نورمال كيفاش انت دايره، وصافي وراو يعني الدار كيفاش كنت صاوري كيفاش كنت يعني كتبش عليكم لا كلاس وديما اللبس وديما مازال غنجيكم يعني غنجيكم الموضوع ديال اللباس وداك الشيء كيفاش كنت وكيفاش من بعد كيفاش وليت وهذا مع المرض. تخيلوا معايا كرهت اللباس كرهت الماكياج كرهت كراش كلشي ما بقاش ما بقى كيبان لي حتى شي حاجه، يعني ديما انا اللون تاع شعري كنبدلو ديما اللباس ديما الجديد كل سيمانه كنشري حوايج جداد كل، ولكن وصلت لواحد النيفو ما بقيتش حامله شي كتبان لي الدنيا ظلام هادشي ما كيبانش ليا كنبغيت الموت. صافي من بعد داك الليله كيف كنقول لكم هادي هي الليله السوداء هادي هي الليله السوداء لدارنا، مشيت اميكا ديال الدواء هو اول نهار بابا ما كانش كيبين ليا وكان كيخبي عليا، داك النهار ما عرفتش كيفاش بابا مشى كيمشى للجامع حط الميكا الدواء اش درت لقيت فرصه حتى الشيطان ولد الحرام كيلعب في هادشي لعنه الله عليك انا جالسه بوحدي معكم بالله بصراحه. هزيت الميكا ديال الدواء ديالي دخلتها معايا البيت وموالفه انا شنو كندير لانهم هما الدار اش كيقولوا ليا كيقولوا ليا مسد محيد ليا السارود ديال البيت لانهم كيخافوا انني نسد على راسي ملي توقع شي حاجه. في داك النهار ماما مسكينه بحال علمها الله يعني داكشي سبحان الله يعني سبحان الله داكشي ديال الله يعني ربي الا بغاك العمر باقي طويل راه العمر باقي طويل واخا ما عرف شنو يوقع. هزيت داك الميكا ديال الدواء اختاريت غير اخطر دواء اللي سمعتو قال خطا هذا الدواء هو اللي
ايفيكاس، هذاك هو اللي كي طلع تبويقه كما كنقولوا. هزيتو كليت منه 16 حبه. شنو نقول لكم، بديت كنبكي في الاول، يعني واحد الاحساس ما غنعرفش نوصفه لكم بصراحه. هذا الموضوع انا يعني كنقدر بعض المرات نجبدو مع بابا، كيسحب لي زعما كيضرني خاطري وهذا، ما كيبغيش يهضر معايا في هذا الشيء، ولكن انا بالعكس كنفرح بزاف لانه كنفتخر بنفسي، كنفتخر بنفسي انني خرجت من واحد الازمه اللي صعيبه، لانه اكتئاب ماشي عادي يعني حاد، خرجت منه وليت يعني واحد الانسان اللي كنشوفو في الفيديوهات هذيك هي اسيا اللي نورمال، كنضحك كنلعب كندير اي حاجه كتعجبني، اي حاجه يعني كيحبها قلبي كنديرها. يعني كنفتخر بهذا الشيء، وانا هذه رساله لكل وحده كتفرج فيها عندك اكتئاب، غنخلي لك رساله ونتمنى بهذا الفيديو هذا انك تبراي وتتبعي الطريق اللي غنقول لكم، نوجهك في الطريق وان شاء الله تبراي وغادي ترجعي نورمال. المهم البنات سمحوا لي على هذه اللقطه هذه خارج على النطاق، بكيت ماشي يعني بكيت ضرني خاطري على داكشي اللي داز، وبكيت على الدار يعني شنو دوزو معايا مساكن، يعني الحرب العالميه ما نكتبش عليكم، حرب يعني فتنه بصراحه، يعني وليت فاتناهم في حياتهم، درت لهم فتنه واحد العرقله في الحياه، ولاو خايفين مني ندير شي حاجه في راسي. يعني قالوا لي الدربيه، كنا كنقولوا لا غد لا ولا بعده الدريه صافي مشات، صافي بابا قال لي مشات لي الدريه من يديه مشات صافي. في واحد الفتره اشنو درت، تخيل معايا بابا مسكين دير معايا جميع الحلول، ما نكذبش عليكم اي حاجه كنقولها كيديرها، ما كاين شي حاجه نقول نطق بها وما يديرهاش، مسكين اي حاجه كنقولها كيحضرها ليا في ديك الساعه، يعني غير كنكون غير كندوي غير كنمعني بحال هكا كي مسكين كيديرها ليا. صافي في واحد الوقيته هذيك هي كيف قلت لكم الليله السوداء، جبت داك الميكاب لي 16 حبه، شربت عليها غير شويه الماء، جاب الله ما قرقرش الماء، لانه نعطيكم واحد النقطه قبل ما ننساها، اي واحد يكون حداك بغى ينتحر بغى ياكل شي حاجه كلا شي حاجه مسمومه، ما تعطيه لا ما تعطيه لا والو، ما تقيه ما حتى شي حاجه. بعد ماما مسكينه خرجت من الحمام قالت لي شي حاجه في قلبي، يعني شي نهار اللي درنا فيديو غتسمعوها، قالت لي شي حاجه في قلبي حسيتها، قالت لي سيري داك الدريه غدير شي حاجه في راسها. خرجت مسكينه كتجري، كانت كتوضى، خرجت كتجري جري جري جري، كنسمع جري جري، جات عندي وهي تفرع عليا الباب، حلت الباب، ما اصلا كي قلت لكم ما كاين لا ساروت لا والو، دخلت عندي البيت كتلقاني دايره بحال هكا كنشهد، كتعيط بابا مع الدخل، شوفوا الزهر يعني ربي قاد الامور، بابا كان خارج مشى للجامع، جا بابا زي بغى يهز لي الماء يعطيني، ربي نبهها يعني لو عطاني الماء كنمشي في الروضه، الماء ما تعطيوش لشي حد كيكون شارب شي حاجه مسمومه باغي ينتحر، هذا ما تعطيوش الماء. صافي مشى جاب الماء، قالت لي ماما ما تعطيها والو، دابا لومبيلونس الطوموبيل ما مشيوش فيها، خصنا نمشيو في لومبيلونس، لانه فاش كيكون واقع شي واقعه ما خصكش تمشي لا في طوموبيل لا حتى شي حاجه، خصك لومبيلونس من الاحسن، هي اللي كتعتق الموقف. صافي بابا عيط على لومبيلونس، ولكن ماشي لومبيلونس الاخرى، لان راه الاخرى انت متي الله يرحمك وهي ما جاتش، لا دي لومبيلونس بريفي، لانكم راكم عارفين نصيحه واحد يعني واخا يعاود يحاول يجبد فلوس، ولكن انا بابا على حسب الخدمه ديالو هاد لومبيلونس، يعني يجبد فلوس وما يتسناش داك لومبيلونس اللي الواحد عندكم غيموت ولا شي حاجه غتموتي وباقي ما جاتش لومبيلونس. ايوا صافي كيف قلت لكم جاو دغيا هزوني بحال هكا، خرجوني هزني بابا وداك الشيء هزوني، قلت لهم انا غنموت صافي، هادي هي الاخره ليا، قلبي عرفتي ولا كيضرب بشويه، قلت لهم صافي هادي هي الاخره ليا، عرفتي وبرت وليت كنميت، عرفتي ماما قالت لي كون شفتي راسك، عرفتي ماما مسكينه كتبكي وكتنخصص، بابا مسكين حتى هو عرفتي مأزم وما عارف وقيلا بكا حتى هو ديك الساعه، عرفتي راه بنادم راه بزاف ديك اللحظه. صافي هزوني داو الكلينيك الاولاني ما قبلونيش، انهم خافوا اننا نموت لهم في يديهم ولاد الحرام، شنو نقول لكم، قبلوني واش قال لي شو واكله هادي عطاها بابا سميه الدواء، المسكين كاتب سميه الدواء لانه شافوا في يديك تشاده في يدي، شنو الرحمه شاده في يدي باش يعرفوا تا الدواء، وبابا حاسب الدواء منين حسب لقى 16 حبه مشات. صافي منين دخلنا قال لي ما يمكنش لينا، ما كاينش الطبيب اللي غادي يشوف هاد الحاله هادي، صافي ويوريه قال لي سير الكلينيك فلان فلاني، مشينا للسبيطار الاخر، دخلنا عرفتي دخلت صافي كنحس براسي غنموت كنتسناو في الطبيب، عرفتي اش كندير، غدا جايه كنمشي عند ماما كنشوف فيا بابا، يعني الصوره ديالهم ما خافيش عليهم راه والدي، ولكن نسيت عليهم بحال نقولوا تسطيت، كنشوف فيهم كنقول لهم كنقول لها واش انت ماما، لا شكون انت، كنقول لها
والله ما عرفت كنهضر معاكم صح، هادشي اللي كنعاود لكم من القلب يعني، داكشي اللي وقع ليا كنقول لا ماشي انت، لا صافي انا تصطيت، لا انا حماقه كنشوف عاوتاني في بابا، كنقول لها شكونتوما اش دايرين هنايا، جبتوني هنايا اش كدير هنايا، عشت الحماق 36 عشتو بمعنى الكلمه يعني، 36 شتو بعينيا الحماق، شتو بعينيا قسما بالله. صافي من بعد دخلوني كنمشي ندخل لهم وكنخرجوا، مره كيتسنى في الطبيب كندخل لهم وكنخرجوا، كنجي نطلع على والدي لانه دارني راسي، كنقول شكون هما هاد الناس. صافي بحال الوقيته واقف الطبيب هو الفراميل داكشي، وكندور عليهم كندور ندور ندور ما عقلتش راسي كاع اش كنقول، انا الحماق داخلني. بعض المرات كيرجع لي العقل، هادشي اللي كنعاود لكم فيه، بعض المرات كيرجع لي عقلي، اما انا راه صافي تفرواحت كما كيقولوا. دخلوني قال لي راه دير خصنا نغسلوا لها الكرش، عرفتي غسلوا لي تغسلوا لي الكرش وسالينا، قالوا لي تخرجوا عند بابا عشي فرحوا مساك، قالوا لي بنتك شوي كل ما اعتقتيهاش كانت غتموت الله يرحمها. تخيلوا معايا كيفاش وليت، بغيت نوريكم واحد الفنجان، عرفتوا البنات هاد اللون هذا بحال هكا وليت، بحال هكا صفراء العينين صفرين البيض ولا صفر، الايدين ولاو بحال مكمشين، وليت بحال شي مراه كبيره، صفاريت الفم ولا الزرق بحال تقولو كحل، انسانه بحال داكشي ديال زومبي بحال هكاك. صافي دارنا راه تسكروا بالخلعه، رجعوا لي الدار دكوا لي شي دراوات، داروا لي شي حاجه، المهم عطوني دي فيتامين شحال من حاجه، رجعنا للدار عرفتي ما عاودتش لكم، دارنا مساكن ما نعسوش، بيتين جالسين لي عند راسي. من بعد تخيل معايا ديك الليله الطبيب النفساني عيط لبابا قال لي كي دايره اسيو داكشي راه نسيت ما عطيتكش واحد الحاجه، قال لي قبل ما تكمل عرفتك شنو بغيتي تقول، داك البواط كتكون واحد البواط كيكون فيها الصباح العشيه وسط النهار العشاء، كل دواء وقيتو، مثلا كيكون عندي ثلاثه الحبات في الغداء كيدير لي كيديرهم ليا في هذيك، كيكون وسط الغداء يعني بابا مسكين هو اللي مكلف ليا بدوايا كيحطوا ليا وداكشي، انا في ذاك اللحظه يعني قال لي نسيت ما عطيتهمش ليك، يعني هو مسكين مع تلف معايا كنجي كندوخهم ما نكذبش عليكم، مع فيا قوه الهضره في ديك الوقيته كنقول لي راه ما بغيتش الحياه ما فاهم يطلب باك وداكشي، السيد نسى مع كيبقى مدهي معايا بزاف. صافي قال لي راه نسيت، قال لي بابا بلا ما تقول نسيتي، قال لي وقعت الواقعه، قال لي ولكن الحمد لله ربي جا، قال لي اوا واش كنت هضر بصح، قال لي هاي ها اللي وقع ها اللي وقع، قال لي اه سمحوا لي بزاف، قال لي راه كنت معول انني غادي نعطيها لها، لانه بنادم اللي كيكون كيشرب الدواء ديال العصب كيكون كيشرب الدواء ديال يعني كيكون مريض نفسانيا يعني وكيشرب الدواء، داك الدواء كيكون داك الشخص في اي لحظه يقدر يقتل راسو، يعني كيقدر كيف قلت لكم كي مرض داخليا يعني كيف ضروري في النقشه في الخوا نتي بحال احوال. ايوا صافي من تماك بابا مسكين مشى عنده جاب لي هذيك، مشينا رونديفو مشيت عنده قال لي شوفي اسي، جلس معايا واحد الجلسه طويله ما نقدر نقول لكم ثلاثه سوايع، جلس ديال الكابينه بحال هكا جلسنا، هو يقول لي شوفي نقول لك واحد الحاجه، هذا الشيء اللي عندك قال لي راه عندك مرض نفساني، وقدرنا التحاليل وكلشي غادي مزيان، ولكن هرمون السعاده عندك ما كيطلعش مستابيليزي فواحد الرقم، قال لي هادشي عندك شويه انورمال، نصحك قال لي عيط على عيط، قال الفرمي عيط على بابا، دخل بابا وماما قال لي هاد البنت عندك مخلطه على القضيه، مخلطه على القضيه ماشي غير المرض النفساني. صافي في الوقيته كيف قلت لكم وليت كنتعالج عند الراقي، جات من بعد ما داكشي كيف قلت لكم يعني الدار ولاو دايرين معايا احتياطات بزاف، وقعوا موراها عاوتاني مشاكل اخرى شحال من حاجه طرات ليا، كيف قلت لكم الا شفتوا يعني من مورا العلاج يعني ديال الطبيب النفساني وليت كنبغي ندير حاجات اللي كتساعدني، تخيل معايا شريت جيتار بابا مسكين دخلني مدرسة ديال الموسيقى وهذا باش نبدا نقرا الجيتار ما مشيتش لها كاع، انه عقلي باقي مبرمج، انا كنحاول ديك الساعه يعني داخليا كنحاول ندير واحد الخطوات في حياتي اللي غتساعدني، بحال التطواج اللي درتو يعني هذاك ماشي يعني ماشي بالكامل الاراده ديالتي باش درتو، يعني داخليا كنبغي ندير شي حاجه اللي تساعدني، ولكن بالنسبه للتطواج النقطه هذه هي البنات علاش التطواج يمكن نحيدو الفتره اللي بغيت نحيدو، حتى تزوج بالزوج كريم بغى يحيدو ليا، ومازال غنهضر لكم من رياكسيون ديال الزوج كريم باش عرفني دايره على التطواج. المهم باش كيف قلت لكم فاش درت التاتو فاش درت شحال من حاجه، يعني واخا الوالدين يعاونوا يكونترولو فيك، ولكن كاين شي حوايج كتخرج دي شويه يعني على كتبغي تساعدي نفسك، يعني ما كنادي حتى شي حد ولكن ما كنخلي حتى شي حد عاوتاني يادي لي، ولكن نفسي مع راسي كنبغي نبقى راسي وكنحاول ندير شي حاجه اللي غتساعدني في حياتي، كنت عندي واحد الامل بغيت في الاخر يعني في الاونه الاخيره فاش بديت كنقرب من المرض وليت باغي نخرج من داك المرض، وليت صافي مليتو كرهتو، واش كنشوف الدواء كتشدني كان مرض كنشوفو داك المذاق ديالو وداك سميتو الدوخه كتقلب، قلت انا بغيت نعيش، وليت كنحس براسي كنقول بغيت نعيش، ساعه حسيت براسي انني
وليت انسانه فعلا، ولا في واحد الجرام ديال، وليت بحال الناس يعني، ما بقيتش مختلفه على الناس. وكيف قلت لكم البنات الحمد لله، شنو هو الاساس يعني في الوقيته؟ دابا غنوصل لكم، نرجع لكم، ما بغيتش ندير لكم جوج فيديوهات، غندير لكم فيديو واخا يكون شويه طويل، ولكن قصه غادي تستافدوا منها. من بعد البنات الصراحه مني يعني تحولنا، وداكشي ديجا معاوده في الفيديو، ما بغيتش نعاودو في هذا الفيديو عاوتاني. فاش تحولنا وخرجنا من الدار وهذا وهذا، يعني عباش بديت كنحس براسي على يعني داك الضغط ديال داك نفس الدار، كنشوف نفس الحاجه. يعني حاولوا انكم فاش تبغيو تبراو خرجي من داك الدار اللي ساكنه فيها، حاولي تسافري، حاولي تسافري بعدي، ديري الحاجه اللي كتحسي براسك قبل، يعني فاش كان عندك العقل ديالك يعني وكنتي كامل كامل قواك العقليه كنتي كتبغيها، حاولي ديك الساعه تجربي، ديري واحد المحاوله، حاولي تبعدي من الناس اللي هي سلبيه في حياتك، حاولي تبعدي من الناس اللي غادي يجرحوك باي كلمه بسيطه، حاولي متعاشريش الناس اللي مراضين بحالك، عاشري الناس اللي هما بصحتهم. علاش؟ لانه واحد مريض بحالك بحالك انت كتقيدي فيه، هو كيقيد فيك، وكتزيدوا بعضياتكم الهويه، حاولوا تزيدوا بعضياتكم، حاولي انك تعاشري ناس بعقلهم، يعني الناس اللي هما باغيين لك الخير، الناس اللي كيبغيوك، غادي يعطوك واحد الطاقه زوينه في حياتك. فانا من بعد كيف قلت لكم صافي تحولنا، تخيلوا معايا راسي جاني واحد الضغط في راسي بحال كتبش عليكم، منين مورا داك الدواء وداكشي اللي طرات ليا بحال ولا عندي بحال واحد البليه، كتبش عليكم داكشي راه دود ديال الطب النفساني، يعني داك الدواء راه هو رحمه رغم انه خايب، كاين اللي يقول لك لا ما كنتيش شربي الدواء، لا رحمه، لانه كيكونوا يوقعوا كوارث كبيره كبر، ولكن هذاك الشيء كيهدن يعني غير كيكالمي ما كيداويش. الطبيب النفساني فمه كيقول لك، يقول لك الدواء غير كيكالمي يعني غير كيكالم، ولكن الحمد لله حتى القران، القران ماشي غير القران، القران كيعالج. كنكذبش عليكم داكشي اللي دوزت مع داك الراقي وهذا الحمد لله يعني نفعني بزاف، يعني في الاخر فاش ختمت بهادشي بريت الحمد لله، يعني غير بقى عندي واحد الاعصاب، وليت في الاخر باش بدا كيرجع ليا العقل ولا عندي غير اعصاب، وليت كنتعصب وليت كنتنرفز، الدار مساكن ديري ليا خاطري، كنقدر نتعصب نهرج شي حاجه، كنتعصب كنمرض كنتنرفز، يعني لانه الدواء بديت كنحاول انني نقطعو. واحد المره تخيل معايا جالسه، هي يلاه تحولنا تقريبا واحد 3 ايام 4 ايام جالسه، وانا حلت البلاكار بحال ما بغيتش نجبد شي حاجه، بانوا لي الحوايج ديالي، لان كان عندي حوايج بزاف، عرفتي الزوج كريم تخيلوا معايا فاش يلاه جاو يلاه فتره الخطوبه فاش جعلنا للدار، داكشي عرفتي شاف الماريو ديالي حامر بالحوايج، عرفتي نقول لكم ماريو على قدو كله غير حوايج ديالي، شافو قال لي واش هادو كاملين الحوايج، انا عارفه ما عندكش اختك، قلت لي حوايجي، قال لي واش خدامه عارضه الازياء ولا اش كديري، عرفتي عامره بالحوايج، كنت مبليه بالحوايج الصبابط وداكشي والصيكان، عزيز عليا الهوايه ديالي الشتريه الحوايج، هذاك كنت كنموت على شي حاجه سميتها الحوايج، قلت لي ما كاين لا عارضه الازياء لا والو، عزيز عليا الحوايج. ايوا صافي قلت لكم البنات حليت الماريو ديالي، وانا نبدا نشوف حوايج هما بيرجعوا لي الذكريات، كنقول شوف كيفاش كانت ديما اللبس الحطاط والكلبسات والشعورات مطلوقين شاد شي فين وصلت يا اسي، بقيت جالسه والله بحال هكا جالسه كنهضر معاكم، شاد النيفو ده وصافي، شاد الحاله هادي، شاد واخا انا ماشي بخاطري، شاد الحاله هادي، نط هزيت السيربات ديالي، لبست البرديله ديالي، وانا شد الطريق، مشيت لعندي، زدو زدو نجري نجري وكنبكي، انني باغا نخرج داك الحرقه اللي فيا داخليه، كنجري ونبكي نجري ونبكي نجري ونبكي، صافي حسيت براسي عرفتي بداك العرق اللي عرقت، خرج مني واحد واحد التعب داخلي، واحد العبء، واحد يعني حسيت بواحد الراحه، رجعت دوشت قلت ليه، حسيت براسي بحال تعالجت واحد الجهه، صافي وانا واحد العزيمه واراده، لحت شديت الدواء هزيتو لحتو في الزبل، جا بابا قال لي علاش لحتي دواك، قلت ليه من اليوم ستوب، مبقيتش باغا نشرب الدواء، اليوم غتبان لك اسيه وحده اخرى، عرفتي بابا مسكين فرح عنقني، قال لي هاكا بغيتك بنتي بحالك تبارك الله، بدا كيحفز فيا مسكين هذا، ماما عجبها الحال وهذا، قال لي علاش ما ديريش بشويه بشويه ما تقطعيش مره، لانه هو صعيب تقطعيه بمره، قلت لا قلت انا بغيت بمره، قلت لي وقع لي اللي وقع ما بقيتش باغا نشوف الدو قدامي، صافي لا حو داكشي اللي عندك عاوتاني تبغي، قلت لي لا ما بغيتوش، ضربات واحد 50 بابا عيط للطبيب قال لي راه قطعات دواها، واش هذا ماشي صعيب عليها، قال لي منين وصلت الاراده هي وغتقطع دواها، حيت ولاو خايفين مني لا ندير شي حاجه اخرى، قالوا داشي خطه جديده عاوتاني، منين وصلت لهذا النيفو قال لي وصلت لهذا النيفو بغات تقطع دواها براسها وما بقاش بغات تاكل الدواء، يعني هذه ما بقاش بغات تاكل الدواء باش تنسى ولا باش تبعد من داك الافكار وداكشي، صافي كل على يقين انها قريب غادا صافي غادا في طور العلاج، دازت 10 ايام 10 ايام 15 يوم نقول لكم صافي وليت كنحس براسي نورمال، ولكن
قصيت في داك 15 يوم، عرفتي الالم ديال الراس؟ كيحرقني راسي، كنحس براسي كون صبت نفرق راسي على جوج ونحكو، كيشدني الحكه لداخل. عرفتي علاش؟ لانه الداش ديالي ولفات على الفانيلا، عرفتي كنحك لحمي ماشي برا، لداخل كون صبت نحل لحمي ونحك لداخل، الدم كياكلني راسي بحال بليه، بحال بليه كنحك راسي كندير بحال هكا. ولكن بقيت تقطع فرنا عيط للطبيب قلت ليها صافي قطعت دواء هي وهذا ولا عجبوه الحال، قال لي هذا قال لي احسن حاجه سمعتها، قال لي بقى تخلعت عليك بزاف وهذه ولا تمول، دار لي روندي وتلاقيت معاه مشيت عنده، قال هذيك هي اخر مره غادي نمشي عنده. قال لي فرحت لك بزاف بزاف ملي شفتك بحال هكا، قال لي ما كنتش كنتوقعك غادي تقطعي، لانه قال لي تخلعت عليك بزاف هذه. قلت هاد الدريه هذه عاجلا ام اجلا غيعيطوا لي ويقولوا لي الله يرحمها. فعلا قال لي خفت عليك بزاف، ومره مره كيعيط لبابا لانه كيدخلوا الوسواس، كيقول لي راه من بعد قال لي كيدخلني الوسواس، كنقول لهاد السيده صافي راه دار شي كارثه، كنسمع الثقال عليك ما عرفتش كاين لا خبر لا والو كنتخلع عليك. وعاوتاني حيت انا بعد مرات كنطفي تليفوني صافي كيطلع لي الدم. كان فهادي هي القصه ديال البنات حزينه، يعني عاد دوزت كاك على دارنا هادشي اللي كنعاود لكم عاقد هكا، عرفتي الحوايج اللي كانوا كيطراو. ويلي ويلي ويلي. المهم فتيات هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للبنات العلاج اللي بغيت نوصيكم عليه، دابا غنهضر لكم غنختم عليكم بالعلاج لنفسك، عاوتاني نهضر على الطرف اللي انت بعلك، انتيا طرف عندك واحد اخر في داركم مريض، انا نقول لك كيفاش غادي تتعاملي معاه. يعني كيقول لك سول المجرب ولا سول الطبيب، يعني انا نقول لكم التجربه يعني اكسبيريونس حاره واللي مجربه يعني ملموسه. اول حاجه بالنسبه لك كشخص مريض يعني نفسا يعني نفسانيا، الحاجه اللي غنقول لك عليها حاول انك تبزز على راسك قرا قران، هذه اللي غندير لك بها الاولى. قرا قران، حاول تمشي عند راقي اللي كيكون راقي بمعنى الكلمه، واخا كيقول لك راقي راسك، لانه بعض الحالات علاش كيكونوا كنستعنوا بالرقات، لانه بعض الحالات ما كنقدروش نرقيو راسنا لانه كتكون فينا حاجه كتحبسنا وما كنقدروش، فلهذا الراقي كيسهل خدمه، زائد كيكون عطاك اعشاب اللي كتكون الجن ما كيحملهاش. هذه واحد. ثانيا كيفاش غتعاملي مع راسك؟ حاولي انك ما تنعزليش راسك، سواء في البدايه ديال الاكتئاب، انا اللي خرج عليا دارنا ما كانوش عارفين، بقيت كنجلس راسي، حاولي ما تجلسيش راسك، حاولي انك بزي على راسك وخرجي مع صحاباتك، الناس اللي كيبغيوك اللي كتحسي بهم ما كيعطيوكش هضره خايبه اللي غيجرحوك، خرجي مع الناس اللي كيبغيوك، عيشي الحياه، ديري اي حاجه كتسعدك، مهم واحد ما ياديش الناس، اي حاجه كتحسك بالسعاده، الحاجه اللي كتبغيها في داخليه ديريها. زائد حاجه اخرى، حاولي انك قوليها لواحد من داركم اللي كتثقي فيه، ما تخبيش داكشي، قول لهم انا كنحس براسي ماشي نورمال، كنحس براسي مريضه نفسانيه بغيت نشوف طبيب، كنحس براسي يعني انا دابا عطيتك الحاله ديالي كيفاش دايره، غتعرفي راسك واش عندك اكتئاب ولا لا من هادي. فحاولي انك قولي لداركم انا بغيت نشوف طبيب، انا كنحس براسي ماشي نورمال، وداركم خصهم حتى هما، حيت كاين بعض المرات الله يحسن العوان كيكون قله الوعي، بنادم ما عارفش بنادم ما جربش ليكسبيريونس ما عندوش وهذا، ولكن حاولوا انكم حاولي انك تصارحي الناس اللي معاك، خليهم يكونوا قرابين ليك باش ما تكبرش تتفرقع الرمانة باش يلقاو راسهم فات الفوت معاك. هذا من جانب. من جانب واحد اخر بالنسبه للطرف، الناس اللي معاك، الناس اللي معاك خصهم اول حاجه ما يشدوش معاك الذكير، خاص الشخص اللي غنتعاملوا معاه اللي غيكون فيه اكتئاب ما تشدوش معاه الضد، نحاولوا ما نقولوش ليه كتبوحت، لانه هذه الهضره كتجرح بزاف، يقدر الواحد يقتل على راسو، يقدر يصفر راسو بسبب هذه الكلمه هذه، لانه كيكون الشعور ديالك محطم بزاف. نحاولوا نساعدوا داك الشخص، نديروا ليه مفاجاه، نديروا ليه دي سوربريز، واخا داكشي ما كيسعدش اي حاجه تولي تبان الدنيا ظلام، ولكن ديروا واحد المحاوله، حتى داك الضمير كيقدر يخدم، يعني الواحد كيكون مريض ضميره كيحاول كيقدر يتحرك. نحاولوا اننا داك الشخص نسافروا به، نبعدوا من داك لونتوراج، ما يبقاش في داك الدار، لانه داك البيت نحاولوا نبدلوا ليه الفراش، نبدلوا الديزاين، غير واخا بابسط الحاجات، واخا ما تكونش الامكانيات، ندير غير حاجه بسيطه نفرحوا بها، ونحاول نخليه ما يجلسش راسو في بيت راسو، يعني نحس بولدي ولا بنتي ولا خويا ولا نبس معاه في البيت، نبدا نعاود ليه النكاج، المهم ما نخليهش يتعزل راسو باش يطيحوا عليه الافكار. وهذا الشيء اللي كاين البنات اللي عنده والديه يحمد الله ويشكرهم، لانه في ذاك الفتره واللي ماتوا الله يرحمهم، لكن ذاك الفتره اللي دوزوها معايا راه قلت لكم البنات ما نعرفش نوصف لكم، عاودت لكم غير شويه غير باش تعرفوا، وعاودت لكم باختصار القصه. اش غادي ديروا بالنسبه للطبيب؟ انا غنعطيكم وصف، لانه دويت مع بابا قبل ما ندير هذا الفيديو هذا، وما بقاش عنده العنوان ديال الطبيب،
و حتى النمره ديالو ما بقاش عنده. بالنسبه للطبيب النفساني سميتو عصام، جا في شارع شجر، شارع شجر ولا بلاتي، بدايه شارع شجر ماشي النهايه من البدايه ديال شارع شجر، من هنا فين كاين، فين كاين العماله ديال سيدي عثمان، العماله كاين عماله وحده، داك العماله البديه ديال الزنقه اللي غيبدا فيها شارع شجر هي هذيك. سميت طبيب عصام معروف طبيب نفساني، جا فواحد الزنقه كتزيدي واحد الطواله وكتدخلي على واحد الزنقه كاين تما، جا في البروميير ايطاج، طبيب متمكن بمعنى الكلمه، انفاس معاه واقيلا واحد الكزار. هذا واحد، نتمنى هذه القصه هذه ما نقولش لكم تنال الاعجاب ديالكم، ولكن نقول لكم استفدتوا منها، لانه هادشي ما فيه ما يعجب. تكونوا استفدتوا منها وتكونوا عشتوا معايا القصه ديالي بكل الاوجاع والالام وداكشي اللي عاشوا معايا دارنا. نتمنى تكونوا استفدتوا منها وتكونوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لانه مهم بزاف للناس اللي غيكونوا عاشوا ولا غيعيشوا. جزو لكم كاملين فتيات وجميع المتتبعين والمتتبعات، السلام عليكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.